بعد ساعة و 13 دقيقة تحية لكم الناس الكل من جديد، شكرا لاختياركم لينا. يلا نعملوا طلعة على الاكتواليتي. اكتواليتي ليسونسييل دو لاكتواليتي. يلا نمشيو لبنزرت وين تمت السيطرة على حرائق سجنين بعد حوالي 72 ساعة من العملية الميدانية. هذا وين أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي بأنه تمت السيطرة نهائيا على مجموع الحرائق اللي كانت نشبت بعدد من المناطق الغابية بمعتمدية سجنين، وهذا بعد 72 ساعة من التدخلات الميدانية المكثفة مختلف المصالح التابعة للجنة الجهوية لتنظيم النجدة. بين كذلك نفذ المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم استنفار مختلف الآليات والوسائل اللوجستية والبشرية لمصالح الحماية المدنية ودائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على بقية المصالح من سلطات محلية بلدية وأمنية، وهذا طبعا الحد من انتشار الحرائق وامتداد كيف قال أنه النيران أتت على حوالي 80 هكتار من النسيج الغابي دون تسجيل أي خسائر أو أضرار بشرية في صفوف الأهالي أو الفرق الميدانية، كما لم تخلف أي ضرر مادي في أملاك المواطنين. أشار أيضا إلى أنه تم تكليف عدد من الفرق الميدانية لمواصلة مراقبة بعض الجيوب في عدد من الأماكن الوعرة إلى غاية انتهاء مرحلة التبريد. نمشي لتبرقة. تبرقة وين تم حجز حوالي 60 كيلو من مادة المرجان، هنا وين تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بتبرقة من حجز حوالي 60 كيلو جرام من مادة المرجان داخل ورشة عشوائية أعدها أحد الأشخاص بالجهة داخل منزله لصقل المادة هذه. طبعا وفق بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني تم إلى الموضوع الأهمية اللازمة بعد ورود المعلومات على الوحدة المذكورة وين تمت مداهمة المنزل وحجز الكمية إلى جنب معدات يقع لهنا استعمالها في الغرض، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن صاحب الورشة. نعم نطلع على الأخبار والأرقام اللي تم القطاع السياحي العامنا هذية، ونلقاو عائدات القطاع السياحي بالعملة الصعبة تتراجع لهنا حوالي اثنين تقريبا في العام هذية بين 2.2 مليار دينار. هذه ونكشف عليه البنك المركزي التونسي اليوم الاثنين 28 أوت أنه إيرادات القطاع السياحي بالعملة الصعبة بلغت إلى موفى جوان 2023 قرابة 2.2 مليار دينار، أي لهنا بزيادة بنسبة 54.4% مقابل 59.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأكد المركز التونسي في نشرته الظرفية لشهر جويلية أن مؤشرات القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري حافظت على توجهها نحو الارتفاع لكن بوتيرة أقل من المستوى اللي تم تسجيله في العام الماضي. بين كذلك البنك أن عدد السياح الأجانب سجل تطور بنسبة 109.2% خلال النصف الأول من العام مقابل زيادة بنسبة 131.6% خلال نفس الفترة من 2022. العدد الإجمالي للسياح تقريبا وصل إلى 3.3 مليون سائح، ولهنا طالت الزيادة الوجهة الأوروبية اللي سجلت نمو يوصل حتى ل 59.7% مقابل نمو أعلى ب 291% خلال نفس الفترة ولكن من السنة الفارطة 2022. هذه هي تقريبا الأكشواليتي اللي تناولناها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي هذا الصباح. تجمع تلقاو أكثر تفاصيل على الباج نتاعنا فيسبوك راديو كابافيم، كافة المقالات بكافة التفاصيل. هذه هي الأكتواليتي.